صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده النهارده يبقى يوم حلو. بصراحه انا متبسط جدا باليوم اللي بيبتدي بمطره. الجو برد قوي قوي، بس طبعا المطر ده خير كبير من عند ربنا ان احنا نقعد ندعي كده، وان شاء الله كل دعواتنا تستجاب. النهارده هنعمل، بما ان كده بنبقى بكره بيبقى الويك اند، فدايما بحب الاربع ده اعمل وصفات تبقى لذيذه كده وسهله ان احنا نعملها وما نقفش كتير في المطبخ. هنعمل النهارده كفته كده بطريقه حلوه ولذيذه، هي بصراحه بطريقه تركي شويه. هنعمل كمان كفته بطاطس وكفته لحمه، كفته بطاطس، وهنعمل كمان وصفه من الخوخ لذيذه قوي. تعالوا مع بعض نشوف الكفته بتاعت النهارده مقاديرها ايه. عندنا لحمه مفرومه يعني تبقى الى حد ما حمرا شويه، عندنا بقدونس، عندنا فصوص ثوم، عندنا كمان بصل ابيض، بيض، بقسماط، بهارات، كمان في عسل اسود، في كمان كربونات، وكمان صلصه فلفل. ممكن نستخدم الهريسه طبعا، لو انتوا عايزينها سبايسي بتحطوا هريسه سبايسي، لو مش عايزينها بنحط الهريسه العاديه اللي هي بتبقى عباره عن فلفل بارد. خلاص، طيب بنجيب كده الكبه، بحط البصل، المقادير زي ما هي موجوده عندكم بالظبط، لان كيلو اللحمه عليه زي ما انتم شايفين كده بصلتين. خلاص، هي جوسي شويه الوصفه دي. عندنا كمان فصوص الثوم، بنحط اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه. خلاص، هنحط كمان معاهم البيض، التوابل، والبيكربونات. خلاص، هنحط الملح والفلفل الاسود، تمام، وهقلب كل ده مع بعضه كويس قوي. حط هنا اللحمه، خلاص، والخضره، احط شويه كده بصراحه، شويه هنا، وابتدي ان انا احط هنا العسل الاسود. عايزه اقول لكم لذيذ جدا في الوصف. هنحط حبه بقسماط مش كتير، ماشي، معلقه، واشوف محتاجه تاني ولا لا، لان انا عايزاها طبعا تبقى ماسكه نفسها. هحط مبدئيا معلقه، هو احنا ممكن نحتاج معلقتين كمان لان هما بيضتين، بس بحب برضو ما ازودش قوي الحاجه لحد ما اشوف اخبارها ايه. يبقى هنا عملنا هنا عملنا بصلتين مع بيضتين مع بقدونس مع ملح وفلفل اسود، بهارات، ممكن نحط اي نوع بهارات، ملح وفلفل وكزبره وبهارات لحمه وبابريكا، اي نوع بهارات انتوا بتحبوه. هحط حبه من الهريسه، بتديها طعم لذيذ جدا. معلش، ممكن عايزه جلافز بس عشان اعجن الكفته. هقلبها كده كويس قوي وهعجنها، والاتراك النوع ده من الكفته بيعملوه زي قرص الطعميه عندنا. اقلب كده كويس قوي قوي، اخلط المقادير ببعض واشوف محتاجه احط بقسماط ولا لا. انا يعني من وجهه نظري كده البقسماط مش هيحتاج قوي، بس هجرب. نقلب كده كويس قوي قوي. بصوا اصلا الالوان حلوه ازاي، بصوا انا بقلب ازاي، بس ما فيش زي تقلبه صوابع الايد يعني بجد. نلبس بقى كده،
هلبسها. وعايزه كمان نقرا النهارده كده المسجات كمان. بصوا بقى، لما انا لمستها بايدي لا محتاجه بقسماط. الكميه اللي انا حطاها هي اللي انا هستخدمها، دول 3 معالق بقسماط. خلاص محتاجاها، يعني لما انا مسكتها بايدي لا حسيت انها هتفك، لان البصل والهريسه والبيض، طبعا البيض من الحاجات اللي اولا البيض من الحاجات اللي بتطري جدا الوصفه، فاحنا هنا بنمسكها بالبقسماط. البيكربونات اللي احنا حاطينها هينفشها، مش هتخليها تكش، يعني هتخلي زي ما عملناها زي ما هتفضل. بصوا نعجنها كده كويس قوي قوي، شايفين كده بقت كلها جاهزه. ابتدي بقى اعجن. اجيب الطبق، بصوا بقى نعملها كور وسط وبعدين نبطبطها. ماشي كده وبعدين كده. شايفين اهي، شايفين منظرها؟ هنعملها كور وبعدين نبطبطها. ممكن بس نبص عليها هنا، بصوا اهي. ماشي ماشي يا شريف، ماشي كده. هفتح بقى النار وعايزه احط الزيت عشان عايزه احطها وهي سخنه جدا، يعني حتى هوريكم كده عشان لما لو اول ما شيف يقول يلا نطلع فاصل هايه، عشان كده بقول لكم اولا البقسماط بصوا خلاها تمسك، هنحطها في زيت سخن جدا عشان تمسك. دي كمان مش هتكش، يعني مش هتلاقوها كشت قوي بسبب البيكربونات اللي احنا حطيناها. ماشي، نقول بقى المقادير اللي احنا حطيناها. حطينا في الكبه بيضتين، ماشي، مع بصل. طب لو ما فيش كبه هنحط بيضتين ونجيب البصل نبشره كويس قوي بحيث ان هو يبقى ناعم، خلاص. والثوم نفرمه كويس قوي برضو، يبقى 4 فصوص ثوم مع بصلتين مع بيضتين، ملح وفلفل وكزبره وبهارات، مع الهريسه البارده او السبايسي على حسب ما انتوا عايزين. كمون، معلش كان معانا كمون، بنخلطه كويس جدا جدا مع بعض في الكبه، او سواء ان احنا على ايدينا بس اهم حاجه تبقى الحاجه كلها ناعمه. بنحط بقى معلقه عسل اسود مع 3 معالق بقسماط مع بيكنج باودر، لا مش بيكنج باودر سوري، مع كربونات صودا، ملح وفلفل اسود، وكمان عندنا بقدونس او كزبره، الاثنين بيدونا طعم لطيف جدا. بنعجنها كويس قوي 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 وبعدين نكورها ونبطبطها زي ما احنا مبطبطينها كده دلوقتي. ماشي، احط بقى الزيت عشان هحط اللي انا عملتهم دول، وفي الفاصل هكمل واحط. يلا نطلع فاصل ونرجع تاني. نبص مع بعض بقى على الكفتة، بصوا عليها كده، شايفين انا جبت حتى صينية تانية لانها عشان مش بتكش فمش هعرف الزقهم في بعض وهم هيكشوا فهي مش هتكش، فجبت واحدة تانية. وبصوا ما شاء الله كيلو اللحمة عمل قد ايه، يعني رمى كتير. دي برضو من الحاجات الحلوة للعزومات، يعني دايما بقول لكم في حاجات كده تبقى حلوة للعزومات ترمي معانا.
وتدي ايه وفرة في الـ في الـ في الوصفة بتاعتنا. ماشي، حط واحدة كمان كده. بس اخر واحده هيك كده خلاص. عايزه اقلب دي برضو. ريحتها اصلا طالعه جميله قوي قوي. هنا دي اتحمشت شويه، بس انا صراحه بحب الحاجات اللي بتبقى محموشه شويه دي كده. طالما ايه قلبناها كده، اهو بصوا على دي، دي كمان خلصت. عايزه تتقلب الناحيه الثانيه. بصوا دي، يعني دي انتوا ممكن ايه لونها جميل. هغطيها بقى عشان البخار كمان ايه يسويها. بس خلاص، طيب نسيبها كده بقى ونشوف الوصفة التانية معانا ايه النهاردة. عندنا النهاردة برضو كفتة بطاطس هتعمل بنفس الطريقة. بصراحة انا عاملاهم الاتنين مع بعض عشان ايه نحطهم في طبق مع بعض، هيدينا شكل حلو قوي. عندنا بطاطس مسلوقة ومهروسة اهو زي ما انتم شايفين. عندنا فلفل مفروم احمر بارد وفلفل مفروم سبايسي. عندنا بابريكا، زيت، بيض، طماطم، كمان نشا وبصل احمر مفروم. خلاص فاطمة من بطة الى عبد جوزي حبيبي عبد الحميد المرسي عايز اعرف طريقة الكوارع والفتة السوري. هنزلك حاضر الكوارع اللي عملناها يوم الحد اللي فات. علي ابو عامر صباح الصحة وصباح الياسمين لكل سي بي سي سفرة، شكرا ليك. كمان سبنا بشراء صباح الخير يا احلى شيف، ممكن طريقة الحليب المكثف المحلى؟ حاضر هنزلهولك، احنا قبل كده عملناه وعايزه اقول لكم كان بجد حلو جدا جدا الحليب المكثف المحلى في البيت. فعلا من الحاجات، يعني في حاجات بقول ايه لا هي من بره بتبقى احلى، بتبقى شكلها اطعم، لا الحليب المكثف من الحاجات اللي لما عملناها لا حلوه جدا جدا. يعني انا الكريمه مثلا بتاعت الحلويات او الكريمه الحادق ممكن نعملها في البيت وهتبقى لطيفه، بس مش زي بتاعت بره. يعني انا بحس ان الجاهزه بتبقى اطعم شويه، خلاص بتدي طعم ألذ يعني. طيب دي كده ايه خلصت. عايزه بس ايه، عايزه احط لها حبه ميه صغيرين قوي عشان اضمن بس ان هي ايه استوت كويس من جوه. نحط بقى دول كمان مع بعض. عشان ايه كله يستوي مرة واحدة. بصوا ازاي ما كشتش قوي، يعني تعتبر ما كشتش اصلا.
دي ممكن عايزه تستوي شويه كمان. خلاص هغطيها كده وتمام كده. طريقة الباستا، الباستا بإيه يا سارة؟ كمان عمر حمدي طريقة شوربة السي فود تكون سهلة وبسيطة، حاضر هقولك عليها دلوقتي. هجيب بس بولة عشان أبتدي بقى أعمل الكفتة البطاطس بتاعتنا النهاردة. برضو هتتعمل بنفس الطريقة، هنعجن حاجات كتير قوي مع بعض ونحطها في في الصينية أو في الطاسة، يعني حتى أحطها هنا مطرح الكفتة. معانا ام شريف. حبيبه قلبي، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. انا الحمد لله، بدام انت بخير انا بخير والله. يا حبيبه قلبي ربنا يخليك. ايه يا جميل، الحمد لله تمام الحمد لله. يا دودو انا عايزه اقول لك على طريقه خبيزه. اتفضلي. ما عملتهاش قبل كده انا على فكره، فقولها لي بقى. انا هقول لك بقى على طريقه. بصي يا حبيبه قلبي، انا بجيب الخبيزه، انا مش بحب اسلقها الصراحه. انا بخرطها او في الكبه. تمام. المهم انا بسلق، بجيب ماسوره مع اللحمه. وبسلق الماسوره دي مع اللحمه في الشوربه. خلاص، بعد ما بخرط الخبيزه انا بعمل لها على فكره تشريتين. ببشر طماطميه وبعمل البصل وبعدين احط عليه الثوم، يعني بدبله بس، واروح حاطه عليه الثوم اللي انا دقاه فلفل احمر كده، اقوم حاطه عليه الطماطميه اللي انا بشراها، سيبها بس حاجة بسيطة كده، واروح حاطة عليها الشوربة. أول ما تغلي طبعا حاطة منها من الماسورة في قلب الشوربة دي. أول ما تغلي أقوم حاطة إيه الخبيزة تغلي، وأكون عاملة لها، أعمل لها بالكزبرة بقى توم تاني طشة. والرز بحب أحطه متحمر يبقى عامل زي الفريك. عايزة تحط الرز مسلوق ده براحتك، بس أنا بحب أحمره بيبقى عامل زي الفريك، وساعات اعملها بالفريك واحط فيها شويه سكر صغيرين ومكعب ملح. وكلي يا غاده بقى، وتسلم ايديك على جمالك، وهتبقى من ايدك احلى واحلى. طب انا عايزه بس اسالك على حاجه، وانا قلتها لك عشان روحيه يا حبيبتي. بصي عايزه اسالك على حاجه بس، في خطوه كده وقعت مني دلوقتي. انت بتحطي الرز مع الخبيزه في نفس الطبق؟ لا، انا بحمر الرز وبحطه يعني ياخد غلوه صغننه كده مع الشوربه اللي انا حطيتها. ده التقديم، يعني ده اللي هيتقدم جنبها زي الملوخيه كده، رز بال الشوربه اللي اتحطت على الطاسه الاولانيه. تمام. بعد ما لقيت كده بدا يستوي، اقوم حاطه الخبيزه ومكعب مرقه بقى وحبه سكر صغيرين والطاسه الثانيه بقى وجمالها. وكل يا غاده من الخبيزه. انا هعملها الاسبوع الجاي ان شاء الله، ماشي، وهقول لك رايي فيها ايه. طيب تعالوا بقى كده، انا كنت ايه بحط المقادير اللي كانت زياده عندي من البطاطس. تعالى اقول لكم البطاطس هنعمل فيها ايه. هنخلط كل حاجه مع بعض اهو. البطاطس اهي، لما نيجي نسلقها بس ايه، يعني انا بحب البطاطس لما تتسلق، طالما احنا هنعملها بالطريقه دي ما تبقاش سايحه قوي. خلاص، البصله المبشوره، الفلفل الاحمر، كل ده هيدي الوان حلوه قوي للبطاطس وهيديها طعم لذيذ جدا. الفلفل الاحمر ده لو انتوا عايزينها شويه تبقى سبايسي، البابريكا هتديها لون جميل قوي. معانا بقى كده البيض اول ما بحطه بصراحه بحب احط ملح عليه، فلفل اسود عشان يضيع الزفاره بتاعته. انا كده خلاص الكفته ايه كده استوت. خلاص هبتدي احط هو بس معلقه صغيره من الزيت جواها، ولما اعجن كويس قوي قوي البيض مع الملح والفلفل والبابريكا والبطاطس والفلفل الاحمر البارد مع الفلفل الاحمر السبايسي مع البصل المبشور، ابتدي احط الطماطم. الطماطم بتديها طعم لذيذ جدا، لو ما بتحبوش الطماطم خلاص ما تحطهاش. ماشي، خلاص بصوا بقت عامله ازاي. بقى ابتدي بقى احط النشا على حسب ما تبقى عجينه. خلاص، طيب انا هعمل ايه في الفاصل؟ هقرصها كده زي الكفته لما انا عملتها لكم. خلاص، ممكن نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني من الفاصل. بصوا تعالوا الكفته بقى انا قدمتها، بصوا شايفين، عايزه اوريكم كمان هي قد ايه طريه من جوه. وبصوا ما خدتش وقت خالص في السوا، ممكن بس بصوا عامله ازاي، شايفين؟
عايزه اقول لكم طعمها لذيذ جدا جدا. حلوه قوي 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 كمان. مسافه ما بنحطها بتدوب اصلا في البق. بصوا بقى، انا اتبقى هنا شويه بطاطس، انا قرصت حاجات واتبقت حاجات. ايه بصوا بس ايه، ممكن نحط البطاطس هنا. بصوا دي اللي لسه اهي بتتقلي، عايزه ايه اسيبها براحتها كده. بصوا بقى اللي اتبقى هنا ممكن نعمل برضو حركه تانية فيه، ان احنا نعمل كده. معانا مدام روحيه. ازيك يا غاله؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام. الكفته اللي انت عملتيها دي يا غالي. يا حبيبتي ربنا يخليكي، جربيها بجد هتعجبك قوي. ربنا يخليكي، وبنشكر ام شريف على محبتها وعلى الطريقه اللي قالتهالك يا غاده. ده انا هعملها ان شاء الله يا الحد يا الاثنين الجايين باذن الله. باذن الله جربيها، عشان انا مش هعملها لما تعمليها انت. ماشي 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 خلاص اوكي. بصوا بقى البطاطس زي ما هي كده هحطها في الفرن، معرفش هتلحق تستوي ولا لا، بس دي فكره برضو ايه انا فكرت فيها دلوقتي، تبقى شبه البطاطس البوري شويه. ممكن لو عندنا برضو حبه جبنه نحطها. خلاص اهي اتبقت، فنقوم ايه عاملين حبه حلوين، فنقوم عاملين شويه كده نحطهم في الفرن. طيب اقلب، بس اقلب دول عشان بس ايه. غلطت ان انا حطيت كذا واحدة جنب بعض، عشان بس اسيب مساحة ان انا لما اجي اشيلها، يعني انا هشيل دي اول واحدة عشان ايه. كده عشان اول ما اشيلها هدي مساحه بقى للباقيين كده عشان تبقى سهله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ريحتها تجنن، وطريه وطعمه بشكل. قلبتي كده ما نحطش بقى زي ما انا حطيت كده في النص، عشان ايه انا بحب دي صراحة، دي انا شخصيا بحب الحاجات اللي بتبقى مقرمشة كده اكتر. دي كده استوت اهو، ناكلها وهي باردة شوية، عشان بس ايه هي بتبقى طالعة من النار سخنة جدا، فبتبقى طرية قوي. البطاطس بتقوم ايه ماسكة نفسها على طول. دي عايزة لسه تستوي، ودي لسه شوية. دي خلاص بقت جاهزة، ودي كمان. هنسيبها كده ايه تهدى كده،
تمام. عقبال بقى ما تستوي هدي بس عليها النار. دي انا شايفه انها خلصت. انا هنا تقريبا يعني البصلايه كترت سنه من البصل، فنحط ممكن نص بصلايه بس، المقدار ده انا كترت فيه البصل شويه. طيب تعالوا بقى نشوف الوصفه اللي هنعملها قد ايه جميله بتاعت النهارده. هي وصفه ما تعتبرش من الوصفات الشتويه، بس في ناس زي كده بيحبوا ياكلوا الحاجات ساقعه في الشتاء بيتبسطوا منها. بس النهارده كان برد قوي قوي، فاحنا ممكن النهارده نعمل حاجه دافيه كده ونجهز دي ناكلها بكره او بعد. بصوا بقى عندنا ايه، عندنا كريم تشيز، عندنا كومبوت الخوخ، عندنا كمان حليب مكثف محلى، ممكن بس ننزل المقادير على الشاشه. عندنا كمان جيلي، اي نوع جيلي بس يبقى لونه برتقاني، فممكن نجيب مثلا اناناس او البرتقان، او لو في خوخ، لو متوفر الخوخ تمام. عندنا كمان مكعبات من الخوخ، وكمان عندنا عصير ليمون، وزي ما قلت لكم جيلاتين تمام. نجيب بس كده ايه، هنحط مع نقطتين من عصير الليمون، نجيب كده نحط كومبوت الخوخ، هنحط الجيلاتين، كومبوت الخوخ بالميه بتاعته ماشي، هنحط الحليب المكثف المحلى، وزي ما قلت زي ما هو باين عندكم كده على الشاشه المقادير. هنحط الجبنه الكريمي دي بقى كمان اللي بتمسكه مع الجيلاتين، هنحط الجيلي، هنحط معلقه الليمون، وكله بقى يتضرب مع بعضه كويس قوي. خلاص المقادير دي المظبوطة هتطلعه لكم زي ما انتم شايفينه كده. تمام نشيل بس كده قبل ما نطلع فاصل عشان عايزه اوريكم اللون. بصوا بقى عامل ازاي. تمام اهو هنطلع فاصل ونرجع تاني نقدم بودنج الخوخ والكفته والبطاطس اللي خلصت. نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى خلطنا الخليط ده في الخلاط، نقول سريعا عملنا فيه ايه. حطينا حليب مكثف محلى، حطينا خوخ كومبوت بشويه من الميه بتاعته او العصير بتاعه، حطينا كمان كريم تشيز، حطينا جيلي خوخ، حطينا وما نحطش جيلي كتير يعني عشان بس ما يبقاش لونه غامق قوي، انا عايزاه يبقى فاتح شويه. حطينا كمان في حاجه ناقصه، الجيلاتين وعصره الليمون ماشي. هنبتدي بقى نحطه كده بالطريقه دي ونسيبه في الثلاجه من ساعتين لثلاثه. جبنا كريم ماشي، حط بس الباقي كده. عايزه اقول لكم هو اصلا طعمه وهو لسه بس ما تحطش في الثلاجه طعمه حلو، شبه كده طعم الايس كريم شويه. خلاص اوكي بنحطه كده. يعني بصوا هنا مثلا لونه اغمق شويه من النسخه عشان هنا انا زودت الجيلي شويه، كل واحد على حسب هو بيحب لونه ايه. طب مش عايزين خوخ حطوا اناناس، اعملوا نفس الطريقه بس بالاناناس. بنعمل كده يعني الله 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 على. وممكن نحط كمان اي نوع فاكهه لونه احمر برضه هيبقى حلو قوي. اي نوع كومبوت انتوا بتحبوه، مانجا، جوافه، خوخ، يعني دي ممكن نشكل فيها، ممكن نعمله كمان على شكل كاسات. خلاص
كده احنا خلصنا وصفات النهارده اللذيذه الخفيفه. عايزه اقول لكم اللي بتدفي الكفته. انا عايزه اقول لكم كلت واحد كفته واحد بطاطس فعلا بتدفي. اولا سخنه كده وحلوه قوي، اعملوها بنفس الطريقه اللي انا عملتها هتعجبكم قوي. الكفته معموله بطريقه لذيذه جدا وحلوه قوي. الكفته دي ممكن يتاكل جنبيها اي نوع من انواع الرز والخضار نوع، وهو يبقى بروتين. نقول سريعا عملناها ازاي. عايزه اقول لكم طعمها لذيذ لذيذ لذيذ. بصوا قد ايه طريه، قد ايه ناعمه، بتدوب في البوق اول بس ما بناكلها. عملناها ازاي؟ حطينا في الكبه بيضتين مع البصل مع الثوم مع الملح والفلفل وكمان الكمون، خلطناهم كويس جدا. بعدين حطيناها على اللحمه المفرومه، حطينا عليها بقسماط، حطينا عليها خضره بقدونس او كزبره، بابريكا، هريسه بارده او سبايسي زي ما انتم عايزين، وكمان عسل اسود بيديها طعم حلو قوي قوي مش بيبان، وفي نفس الوقت ده فيه بيبقى نسبه حديد فدي حاجه حلوه للجسم. بنخلطهم كويس قوي قوي مع بعض. بعد كده بنقرصها كده شبه الطعميه وبنحطها في الصينيه. لما تتحمر كويس قوي من الناحيتين بنحط عليها حبه ميه صغيرين قوي ونغطيها وتستوي. تدخل الفرن؟ اه ممكن نعمل نفس الطريقه في الفرن. عملنا البطاطس برده بطريقه حلوه جدا، وعملنا كمان البودنج بتاع الخوخ بطريقه لذيذه قوي. نقرا كده شويه رسائل قبل ما الشيف يقول لي يلا باي باي. يعني رنا محمد، صباح الخيرات، تسلم ايدك على كفته البطاطس الجميله، ممكن طريقه الفطير المشلتت من السودان. حاضر، بس ان شاء الله هقولهولك بس الاسبوع الجاي. كمان عندنا سبرينج فلاور، صباح الفل على احلى قناه. هايا، اهداء لابني الياس من الاردن وبنتي لورا، صباح الفل يا هايا. عندنا كمان محمد حافظ، صباح الخير. محمود محمد، شكرا ليك. كمان سوسو، صباحك ورد وياسمين. سارة، صباح الخير على الجميع. أم أمير الأنور، صباحك سكر، ممكن طريقة الفاهيتا. بنيا، أنا مش عارفة أقرأ الاسم بس هو في الآخر أميرة. تحية لك يا شيف، أنا من المغرب. أم أمير بتسلم على كنزي وعد ولادها، كمان بتقولي إن الوصفات لذيذة جدا. انا مش عارفه نوع الكيكه اللي انت بتقولي عليها بصراحه يا ام امير. مرام، انا كمان يا مرام بحبك قوي. حنان، انا كمان يا حنان بحبك جدا. حنان ايمن، كمان مرام بتسلم علينا من تونس وبتصبح علينا. هايا، وانا كمان يا هايا بحبكم قوي قوي. عندنا كمان، معلش اللي كتب فوق يحاول يكتب تاني تحت لان انا مش عارفه اقرا. عموري، صباح الفل على احلى غاده. فوفه، صباح الخير وتسلم ايدك. مرام، عايزه طريقه البيتزا؟ حاضر ان شاء الله الاسبوع الجاي هنزل لك البيتزا، او ممكن لو لحقنا ننزلها دلوقتي. مين تاني؟ معلش حاولوا تكتبوا لي تاني عشان المسجات اللي فوق ما لحقتش تنزل وما لحقتش اشوفها. طيب احنا كده عملنا وصفات النهارده لذيذه جدا تنفع للويك اند، تنفع كمان ان احنا نعملها كاطباق جانبيه في العزومات وكحلو ان احنا نقدمه في العزومه، بيبقى لذيذ قوي. عايزه اقول لكم ده بيتقطع بمنتهى السهوله، بيتقطع مربعات وبيتقدم. عملنا كده كفته البطاطس، عملنا كفته اللحمه التركي، عملنا كمان بودنج الخوخ. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.